الجيل القديم ها كذا شكل اجدادنا قبل. نعم نعم لكنهم كانوا اشداء غلظاء. ولكن اين الفصاحه في هو يذكرني بسليمان بن عبد الملك، كان فارس مغوار وابوه كان يحبه وكان يلحن في القول لكنه شجاع مهاب، لانه لم يذهب الى الباديه وكان ابوه يحبه ويقربه منه، فهذا جعل منه يلحن في القول. لكنه كان اذا جاء يخطب يضرب المنبر، ان رجل فعال لست برجل قوال. نعم وان يرى في هذا الفتى ان عيناه تقدح من شرر الطناخه. نعم وفيه حنكه وفيه حلم. نعم انا حاولت استفزه امام الملأ لكن حليم. نعم في صفات العمده. نعم والحلم هذا مطلوب. نعم فيقول يقول الاحنف بن قيس عليك بالخلق السجيح والكف عن القبيح، وكاني انظر اليه واسميته الاسد النائم. نعم وردوده كانت ملجمه للغايه. نعم نعم لكن لم يستطع علي اني مفوح. نعم نعم لكن نعم انت اختبرته اختبارا عظيما ستتذكره الاجيال. لله دربك. لاني صدحت بالحق وتكلمت امامه بكل غضه. ووفقني الله انه لم يقطع رقبتي ويدل على حلمه، وكان مستشاره حبيبا طيبا. ولو كان شريسا نقل قرب السيف النطع. النطعة والسيف. الحمد لله النطعة لا النطع. وقيل في رواية انها النطعة وهي القماش التي القطعة. نعم نعم النطعة. بأي لهجة هذه؟ نعم لغة العرب. لا نعم. لغة هوازن. نعم لغة هوازن. نعم. من بني سعد. نعم. نعم. هيا بنا إذا إلى نادينا. إلى الشاي. نعم. الشاي. الشاي جاهز وين بتروح؟ إنني ذاهب ولا شاء الله.